وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة تحقيق منتخبنا الوطني لكرة القدم المركز الأول في بطولة غرب آسيا لكرة القدم وفيما يلي نصها. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسرنا أن نعرب لسموكم عن تهانينا بمناسبة الإنجاز التاريخي بفوز منتخبنا الوطني لكرة القدم ببطولة غرب آسيا التي أقيمت بالجمهورية العراقية، وأن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا فضل الله ثم دعم ومباركة وتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ومتابعة سموكم الدائمة لتحقيق الإنجازات التي من شأنها رفع اسم مملكتنا الغالية في جميع المحافل الدولية. وفي الختام، ندعو الله عز وجل لسموكم حفظكم الله بموفور الصحة والسعادة وطول العمر لتحقيق مزيد من الرخاء والرفعة والتقدم لوطننا الغالي، والله يحفظكم ويرعاكم، ودمتم يا صاحب السمو سالمين موفقين. المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.